بالزمالك طبعا، لان ده يعني المباراه او الحدث الكروي الابرز بالنسبه لنا في مصر. البدايه يعني كانت اعتقد محبطه جدا جدا، ولكن مع نهايه التسعين دي نقدر نقول ان الامال اتجددت. ليه كان غايب نادي الزمالك شوط كامل واخد وقت على ان هو يعود للمباراه؟ كان محتاج، لازم، واضح ان يعني الفاصله اللي في النص دي ما بين الشوطين كانت مهمه جدا بالنسبه للفريق. هو فعلا أسوأ بداية وأسوأ سيناريو إن أنت بتلعب نهائي بطولة قارية بره أرضك وأول 10 دقايق تستقبل هدف. طبعا الموضوع كان مخيف جدا عند جماهير نادي الزمالك، وبعد استقبال الهدف ما كانش فيه تحسن، ما كانش فيه تدارك للأخطاء. برضو احنا زي ما بنقول 1-0 لسه قادر على ان انت تفضل محافظ على نفسك ومجمع خط دفاعك ومقفل، لان برضو 1-0 تقدر تعوضها، لكن بقيت 2-0 خلاص مفيش، انت لازم تهاجم. يعني مفيش حل غير ان انا ابدا افتح خطوطي، وده كان عرضه للزمالك انه يستقبل هدف ثالث وهدف رابع. بدايه طبعا ما كانتش احسن حاجه، كان في ارتباك كبير جدا بالنسبه لنادي الزمالك في المباراه. بس خليني اقول لك فعلا زي ما انت قلتي، موضوع الهدف ده اراح جماهير نادي الزمالك طبعا. يمكن افضل نتيجه سلبيه ان انت تبقى جايب هدف ومتاخر بهدفين بس خارج ارضك، فان انت يكفيك هدف واحد عشان تحقق الفوز. خليني اقول لك حاجه سريعه جدا للناس اللي هي بتقول نتيجه 2-1 وصعب ونهضة بركان هيجي يسجل في مرمى الزمالك والكلام ده كله. خلينا نرجع 10 سنين بالزمن، هنكتشف في نهائي الكونفدراليه كان الاهلي بيلعب سويسبور الايفواري، اتغلب 2-1 في كوت ديفوار، وفعلا لما جينا كانت الناس كان عندها شويه تخوفات، كان نهائي كونفدراليه برضو. والاهلي كان مش افضل اداء، كان في غيابات كتير، كان سويسبور ضيع اهداف بالجمله في مباراه العوده اللي كانت هنا في مصر، الى ان عماد متعب في البلاس 90 اللي متعودين عليه قدر يسجل هدف الفوز ويتوج النادي الاهلي باول بطوله للكونفدراليه لمصر بشكل عام. فالموضوع مش بعيد، الموضوع قريب جدا جدا، ولازم جوميز يتكلم مع اللعيبه انه اللي جاي هنقدر عليه، لان خلاص انت بتتكلم لازم تنقذ الموسم بتاعك باي شكل من الاشكال، وانت عامل مشوار هايل في الكونفدراليه، بعض المباريات بتخرج منك مش احسن حاجه، ولكن بتقدر تحقق فوز. اخر حاجه شفنا في غانا انت كسبت دريمز 3-0 في مباراه كانت كبيره جدا من لعيبه نادي الزمالك. بيعاني الزمالك من بعض الغيابات، من بعض طبعا اللعيبه اللي مش مقيده مع الزمالك افريقيا، بالاضافه الى غيابات مؤثره جدا معانا زي مصطفى شلبي، زي شيكابالا، زي الزناري. يمكن احنا ما بنتكلم برضو مش الاسماء الكبيره، ولكن هو ده سكواد الزمالك. نرجع نشوف ايه مشكله نادي الزمالك. جوميز كان قبل المؤتمر الصحفي اتكلم وقال انا مذاكر كويس قوي نهضة بركان وعارف هقفل على مفاتيح خطورتهم ازاي، ولكن هل كان كلامه او تصريحاته في التوقيت ده كان قدر يتداركها كابتن معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان ويقدر يغير من طريقه لعبه، ولا كان سوء تحضير نفسيا للعيبه ان هم يحضروا المباراه؟ خليني اقول لك ان كل الناس اتكلمت وحللت وقالت ان من ابرز نقط القوه عند نهضة بركان هي كره الثابته. اول ما بنبدا المباراه في حوالي 5-6 فاولات على حدود ال 18 ضد الزمالك. طب انا اكيد ما كنتش عامل حسابي كلعيبه ان انا ما ينفعش اعمل خطا في الحته دي، لان هم مميزين جدا في الحته دي. طيب جوميز كمان بعد الماتش قال احنا ما كناش افضل حاجه. طب خلينا نقول ليه ما كانش الزمالك افضل حاجه، ومين اللعيبه اللي فعلا كانت اخطائها مؤثره جدا في المباراه وادت ان الزمالك يستقبل هدف والتاني في نص ساعه. خلينا نقول رقم واحد هو حسام عبد المجيد. احنا ما بنتكلم على حسام عبد المجيد، هو لعيب مفروض دولي، لعب مع المنتخب الاولمبي ولعب مع المنتخب الاول وخبرات مع نادي الزمالك، هو الاساسي بقى له فتره كبيره جدا. انت ما تبقى لعيب دولي انت لازم تبقى مستعد كويس قوي، انت عارف انت هتلعب ايه. انت بتلعب مباراه نهائيه، يعني مباراه مش مباراه في دور مجموعات هقدر اعوض، لا ده مباراه نهائيه. فالاخطاء حركاتي في 18 المنافس دي تبقى مدروسه بالملي. طبعا انا ما ينفعش اغلط اخطاء ساذجه. خلينا نستعرض مع بعض كده هالحالات حسام عبد المجيد واحده واحده ونشوف ازاي حسام عبد المجيد تسبب. انا عايز اقول لك هنا احنا لسه بنبدا المباراه. الزمالك سنتر ورجع الكره بيبني هجمه، حسام عبد المجيد معاه الكره اهو، احنا لسه بنبدا في الثانيه العاشره. في مساحه كبيره جدا بينه وبين اول مهاجم عايز يقطع منه الكره، فانت في وضع
مش صعب، مستريح مستريح جدا، وانت مش مستعجل المباراه بتبدا. نروح للصوره اللي بعديها، هنلاقي في مساحه كبيره جدا اللي عليها المربع ده، وده يوسف الفحلي من اهم وابرز نقاط القوه عند نهض البركان. لعيب سريع جدا، هداف، مسجل 11 هدف وصانع 6. احنا بنتكلم في لعيب مؤثر جدا وعنصر اساسي في خط هجوم نهض البركان. انا ايه اللي يخليني ابص الكره في المساحه دي؟ الصوره اللي بعدها هنكتشف ان يوسف قطع الكوره. انا ليه، انا ايه اللي خلاني استعجل؟ انا ليه عملت هجمه عليا بالظبط في اول 20 ثانيه بيترد عليا؟ شوف الصوره اللي بعدها، بقى في زياده عدديه، بقى في 3 من نهض البركان على 2 مدافعين، ولسه في 2 بيحاولوا يرجعوا يدافعوا. طب ده الكلام ده كله برضو في اول 20 ثانيه. حسام عبد المجيد بخطا هو ساذج وصلنا للمرحله دي. الكره اللي بعديها، الصوره اللي بعديها اسف، حسام عبد المجيد بيحاول يغطي بين 2، طبعا يوسف بيلعبها من على من ورا ظهره. نشوف الصوره اللي بعدها، بتوصل للمهاجم بيلعبها بكعبه ليوسف الفحلي. الصوره اللي بعدها وبيسدد الكوره، ودي بتبقى اول هجمه خطر ركبوا بيها لعيبه نهض البركان نفسيا في المباراه. احنا بنتكلم في اول 20 25 ثانيه بخطا المدافع. هل حسام عبد المجيد اكتفى؟ لا. نشوف الحاله اللي بعديها، بالصوره اللي بعديها، دي ركنيه عادي جدا لنهض البركان اتلعبت. في الصوره اللي بعديها دفاع الزمالك بيشتتها، السهم ده على حسام عبد المجيد. عبد المجيد بيحاول يطلع هيشتت الكوره، مفيش مدافع، مفيش مهاجمين معاه، هو لوحده تماما يعني. وهو بينط عشان يطلع الكوره مفيش حد مثلا اداله كوع، مفيش حد زقه، فانت مش محتاج تتوتر وانت بتطلع الكوره. طلع الكوره على جنب من الاجناب، او بالتحديد عشان في الموقع ده لازم يطلعها ناحيه الشمال، ابعد الخطوره تماما. نشوف الصوره اللي بعدها ايه اللي حصل، باصص للارض ولعب الكوره. الصوره اللي بعدها هنكتشف ان الكوره نزلت على الارض للاعب نهض البركان، ولما هنكمل هنلاقيه استلم وكان ممكن يسدد ويجيب، ولكن هو حاول يرقص ووقع، والكرة دي كان فيها بعض الشكوك والحكم مستنى رأي الفار، ولكن عدت على خير. هل اكتفى حسام عبد المجيد بالكلام ده كله؟ لا. نشوف الحالة الثالثة، حسام عبد المجيد دي ضربة الجزاء اهو موجود، ده يوسف الفحلي برضو اللي تفوق بشكل كبير جدا نفسيا على حسام. الصورة اللي بعديها هيرقص، وحسام عبد المجيد هيغلط غلطة تعتبر ساذجة تتسبب في ضرب الجزاء وتقدم نهض البركان. كل اللي انا حكيته لك ده والحالات دي كلها في 10 دقائق الاولى، في 6 دقائق ونص، 6 دقائق، 6 دقائق ونص حسام عبد المجيد فقط فيهم اتزانه تسبب في كل ده. حتى كمان هنكمل طبعا، ضربه الجزاء جت. الحاله اللي بعديها دي حاله في الشوط بشكل عام، الاوت بيتلعب فتوح، حسام عبد المجيد اهو اتلعبت. الصوره اللي بعديها الاوت، استلم الكوره، في 3 لعيبه من نهضة البركان بيضغطوا عليه. القاعده عندنا في مصر بنقول ايه؟ طلع الكره اوت مش عيب. بالظبط. يعني دي بدائيات، البدائيات بتاعت كره القدم، طلع الكره اوت مش عيب. حسام عبد المجيد استلم، نشوف الصوره اللي بعديها، راح لعبها في الفراغ المربع ده. طيب لما الكادر يفتح في الصوره اللي بعدها نكتشف ايه؟ ان نهضة البركان برضه بيقطعوا الكره، طب يا اخي طلعها اوت، طب شتت. كان في سوء اتزان، او كان في عدم سوء اتزان قرارات كمان. وسوء قرارات بالظبط كبير جدا من حسام عبد المجيد ادى للمشاكل دي، ودي كانت ابرز مشاكل. ان طبعا برضو ان الزمالك استقبل هدف تاني في الدقيقه 32 من ركنيه وسوء تمركز من لعيبه نادي الزمالك، الدفاع نادي الزمالك. انا بلاعب فرقه راس مالها الكرات الثابته وبعمل زون، ما بلعبش مان، ما بمسكش اللعيبه عشان انا عارف ان دي مفاتيح خطورتهم. عواد اتفرج على الكوره ما طلعش يشتت الكوره مع انها كانت ضعيفه جدا وزي ما بيقولوا بالونيه. فدي كانت اخطاء ساذجه في الشوط الاول، حاول جوميز يعدلها بين الشوطين عشان كده الاداء اتغير في الشوط الثاني.